أقول لك أخاف إن الطول طول انخلى والعقل عقل استخلى. وش العقل يمتي علي؟ أنا بشوفها الحين. يا حليلة حليلة يا زين، شعر الزينة ما شاء الله، ذا شعرت ولا اكستنشن؟ ما شاء الله لا إله إلا الله يا زين الزينة، ما شاء الله الخشم الخشم، تقلت سلة السيف ما شاء الله. فشلتينا فشلتينا. قول اسكتي اسكتي، ما لك دخل، اخاف انها مسويه العمليه التجميل، يطلع الانتاج واحنا نفطس بعدين. خلني اتاكد. يا حليله ورا ما تمشين قدامي. امشي امشي وين؟ اقول امشي، تحركي تحركي. حصه اسكتي اسكتي يا حلال، يمكن تطلع عرجه وحنا ما ندري، خلينا نشوف. تعالي تعالي. أمشي مرة ثانية ولا خلاص؟ لا حبيبتي بس. أنتي تعرفين تسوقين؟ قصدها معس رخصة؟ إيه أعرف أسوق ومعي رخصة. إيه ما شاء الله. ما شاء الله. كم ذولي؟ وش تبين؟ تبين تعرفين إذا هي جيدة بالحساب؟ يا بنت الحلال خلنا نشوف خلنا نشوف، يمكن تطلع حول. ولا تتدخلين لا تتدخلين في ولد اخوي، ولد اخوي ذا. اثنين. كم معدلك بالجامعة؟ معدلي 4.5. هفا 4.5؟ 4.5 من 10 يعني مقبول يعني ضعيف؟ انا قالت لك البنت فيها بلا فيها بلا. 4.5 من 5 مو من 10. شكلك ما دخلتي جامعة. يا حبيبتي انا جامعتي ودكتوراي من جامعة الحياة، مو بجامعتكم ذي اللي مدري ايش تبي. انتي تعرفين تطبخين؟ ايه اعرف اطبخ. قصدها طبخ 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 ونفخ جريش وقرصان ومرقوق مو بسلق بيض. ايه طبخ طبخ. ما شاء الله عليها، البنت جميلة وكل شي فيها طيب. خلاص يا مروضة، انتوا اسألوا عن ولدنا وردوا علينا. ايه ان شاء الله على خير. هذا هو عامر يدق. الو. ايه ايه خلاص يلا هذانا طالعين. ثمان الله. يلا يلا قوم يلا نشوف الساعة على خير. لا 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 لا، البنت ذي ما جهزت لي ابد ولا تصلح لك. انا اقول انها جايزت لي وعجبتني. ابلش الحين ندور غيرها ولا نخطبها. مغروره مغروره وشايفه نفسها ما ادري وش عليه، وثقه بزياده بعد. طيب وش فيها؟ الثقه زينه. وهي صادقه الثقه زينه. طيب الاوصاف الثانيه ما علمتوني عليها. قمر قمر يمشي على الارض، لا يهمك كلام عمتك. أقول خل عنك بس، لا طاح الفاس على الراس ذيك الساعة بتذكر كلام عمتك، ما تصلح لك ذي. المهم يمه هي وش رايها فيني؟ وانت تشوف الشرعية؟ هم بيسألون عنك وبيردون علينا، بس ها الله الله بالأخلاق الزينة الأيام الجاية. أبشر بعزس. عنك يا عم والله ما تشيل. عامر خير وش طاري؟ ابد انت بحسبه ابوي، واللي تامر فيه انا تحت امرك. بيض الله وجهك وعساك على القوه، والله يثبتك بعد. ابشر بعزك ما سوينا شيء يا عم. عاد لا اوصيك اذا احد سال عن عامر قال وش رايك فيه، رجال ما هو برجال، الله الله بالكلام الزين. اها هذا نظامك؟ ايه هذا نظامي. يصير خير. بيض الله وجهك. عنك عنك الجار. عاد لا اوصيك اذا حتسال عني الله الله بالكلام الطيب. شرب سعدك على خشمي. صحيح يا مروضه، الله يبشرك بالخير. اي اي خلاص الحين اقول له الحين. فماله فماله. يا عامر عامر يمه. سمي. تعال تعال. خير خير وش فيه؟ ابشرك ابشرك، الجماعه اسالوا عنك. سألوا عني؟ إيه. الله يستر. وش النتيجة؟ النتيجة طيبة، وافقوا وقالوا الله يحييكم. أكيد. إيه. أكيد يما ما تمزحين.
أنا ومستانس حضرتك إنهم سألوا عليك. أقول مالت عليك بس خلك مثل عمتك. عمتك حصة، شوف هذه من الثقة الحين. أنا عمري 35 سنة ولا تزوجت الحين. المهم يبون يشوفونك اليوم علشان تشوف البنت وهي تشوفك، والله يتمم لكم على خير. سريع سريع. طيب ما يمديني أروح أحلق وحدد الشرب ولمع وجهي؟ وبعد تبي تروح الحلاق حضراتك وتزين لها؟ يا رجال خليك ثقيل، اثقل اثقل، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. ابشري. وش خطتك المستقبليه يا عامر؟ اكون اسره واصير عنصر فعال في المجتمع ويشار الي بالبنان، واكون او لا اكون. ما شاء الله ما شاء الله، حدثني عن طموحاتك. عندي اولويات يا عم، اهلي وزوجتي واهل زوجتي، سعادتي من سعادتهم لانهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هذه بنت الغالية روضة، وهذا عامر. عاد أنا استأذنكم أجيكم بعد شوي. أنت روضة؟ إيه؟ مع أنه المفروض بالجامعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وش ذا الزين وش ذا الجمال ما شاء الله، الله لا يضرس. يا رجال خليك ثقيل، اثقل اثقل، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. هل تفضلين الزوج التاجر أم الفقير؟ أفضل التاجر، فكره وثقافته وتعامله. طيب وش دور الزوج والزوجة بالبيت؟ الزوج هو رأس العائلة، والزوجة الرقبة اللي تحرك الرأس. أبلش، جواب ذكي وغامض وخطير، وأنا ما أحب البنت المغرورة والذكية والغامضة. وش تقصد؟ أقصد أن المقابلة انتهت والشوف الشرعية تمت، وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. بس والله زينة، الجمال مو كل شيء يا عامر، خليك ثقيل زي ما قالت عمتك حصة. السلام عليكم. مع السلامة. انت شايف نفسك وش عليه؟ ليش ما تبيها؟ مغرورة وشايفة نفسها. اها مغرورة وشايفة نفسها، هالكلام هذا انا قلته لامك، بس امك الله يهديها راسها يابس ما تسمع الكلام. اقول اترك الموضوع علي وزهلها بس. معصي، ما بيك تتدخلين بيني وبين ولدي. عاد انا قايل لكم هذه شروطي، اذا ما توفرت ما راح اعرس. من زينك عاد شروطي وشروطي، ومن اللي بيقبل بك انت وشروطك ذي؟ خل واحدة تقبل بك اول. لا يا شيخة، الحين مو بتبوني اتزوج واستر على نفسي؟ خلاص جيبوها على هواي. انت مو قلت تبي واحدة جميلة ومثقفة؟ هذه البنت جميلة ومثقفة. لكن هذه ما طلعت مثقفة، طلعت فيلسوفة وذكية. وانت يا لكمخة تبي واحدة غبية؟ عندما يجتمع الجمال والخيال وكيد النساء في امرأة، تأكد انك في مأزق. مأزق؟ مأزق؟ والله اللي بتاخذك هي اللي في مأزق. بعدين هالجملة ذي من وين سارقها انت؟ من المكتبة. قصدي الزوجة الذكية يا عمة تورط زوجها. اي هذا اذا كان ذكاء الرجل الله بالخير. عارف قصدك يا عمة وبمشيها، بس ابيك تدورين لي على زوجة ثانية. اقول يا ابو صالح. سم. ابيك توصل ابو صالح، انا تعرف انت جواد، بس شرطنا في الابشن. في الابشن؟ موتر ولا بنت؟ زوجة العامر، يبيها كاملة الوصاف. كاملة المواصفات هذه لازم تفصل تفصيل. بندور رقع، بس لا تنسى توصي زوجك وبناتك اللي قوة جودية تعلمنا. وكم الموديل؟ قصدي وش المواصفات؟ يجي 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 عجيب والله. طب هو راح فين يا حق؟ ليه؟ هذه حياتكم العزوبية، تابعون مسلسلات ومتسدحين بس. كمان زميله كمان. أي الله عامر، ما شاء الله، وش ذا الزين، وش ذا العطورات، ما هي بذل عادة؟ لا يا شيخ، الحمد لله كل يوم خطبة ونظرة شرعية، ما نمثلكم. يا عيال يا عيال باركولي.
اخيرا لقيتها. الف مبروك، اهم شيء يكون جيراننا كويسين وكل شيء فيها جديد. ايش دخل الجيران؟ انت مو بتقصد الاستراحه الجديده اللي ندورها؟ لا يا ابوي، انا خلاص لقيت نصفي الثاني. يا ابوي انا كتبت كتابي. يعني صرت مؤلف؟ يا فقي انت ما تفهم، خلاص حطلق العزوبيه، انا حتزوج. اها، حط على السعوديه الرياضيه. قول عامر، ايش رايك بذا البنت؟ اعتبرها عاديه، ما عجبتني. عسى ما كلمت اهلها. ما عجبتني؟ اقول يا توم كروز، تعرف من هي ذي؟ من هي؟ هذه كاترينا غزال، ملكه جمال الكون. اذا هي كاترينا غزال، انا عامر علي وما عجبتني. عامر علي كلاي. اقول انت متى تفهم، انت متى تفهم؟ اذا ملكه جمال العالم هذه ما عجبتك، من اللي بعجبك انت؟ نظرت خشتك انت في المرايه، نظرت وجهك انت، انا متاكده انك ما شفت وجهك من زمان. عاد انا ما عجبتني، ودوري لي غيرها. يا ربي ذا الولد ذبحني، وش اسوي بك؟ ها اذبحك اذبحك اذبحك. ابشرك يا ابو عامر، مصالح لقيت الفل ابشن اللي تبونه. تهدى تنكت انت، زوجه العامر. من هي بنته؟ من اللي قالهم؟ بنت ابو خالد هامور العقار. ابو خالد ما غيره؟ ايه ابو خالد راعي العقار، لكن الشرط انشرط، تدفعون عند الرؤية الشرعية عربون، اذا جازت لكم البنت زين على زين، واذا ما جازت يروح عليكم العربون. حاشا، هذه قطعة ارض ما هي زوجة. لقيتها يا ام عامر. بشري عسى لقيتيني شغالة. شغالة؟ كلن على هم سارة وانا على همي سريت. لقيت العروس اللي مفصلة تفصيل على عامر. ما يجي منك الزين. الزين عندنا والشين حوالينا يا حبيبتي. لقيت العروس اللي مفصلتن تفصيل على عامر، كاملتنا الاوصاف وش زينة تقل غزال. زين اللي لقيتكم، اسمعوا. اقول اسمع انت، والله لو انك ما انت ولد اخوي ما اوقف معك، بس ايش اسوي؟ ولد اخوي لازم اوقف معك. بشري لقيت لك عروس. من هي؟ هيفا. يلا من فضلك، ومالك الا هيفا. الاسم بطل، بس ابي اشوفها. قالوا بيسالون عليك ثم نتشوفها. عادي خلهم يسالون. لا 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 لا، مبروك مقدما. ماذا يعني لك الورد؟ يذكرني بجمال وعبير زوج المستقبل. من هو مخترع ماكينة الخياطة؟ وش جوك انت؟ ايه هذا زواج مو بلعب عيال، جاوبي سريع سريع يلا. المخترع سنجر، عام 1848 ميلادي. هل تعرفين لغة القمر؟ انا اعرف بس لغة الشمس. اجل انت قوطية؟ ايه نصراوية وأفتخر. الحمد لله الذي أظهر ميولك قبل ما يصير خطبة ولا الزواج. يعني أنت هلالي؟ إيه هلالي، أنا الزعيم الشقردي العالمي، ولو مهرك بريال ما دفعته. وأنت لو تدفع مليار ما قبلت فيك يا الطاقية. لا يا شيخة، من زين وجهس كره. مع السلامة. إن شاء الله نرد لك خبر في أقرب فرصة. عامر؟ عامر؟ وين رحت يا عامر؟ سمي يا عم موجود. تقدر توكل اول الحين وبرد لك خبر. يعني امشي؟ ايه امشي رح. مع السلامة. ها بشر وش صار؟ ما تصلح. شلون ما تصلح؟ شلون ما تصلح يا اخوي؟ يا اخوي البنت هذه فيها كافة المواصفات. ربة بيت متعلمة مثقفة. ايه بشينا. وش اللي شينا يا روميو؟ من زينك انت وجهك؟ يعني خلاص مستعد تتزوج انت؟ انا قايل لكم ابي زوجة فول اوبشن. صبون جميل الله المستعان، صبون جميل الله المستعان. طيب ما علينا، تعشيت؟ لا ما تعشيت، شلون اتعشى وانا جالس عند الرجال؟ خلاص اجل، ايش رايك نروح نتعشى عندي في البيت؟ فكرة حلوة، يلا مشينا. يا هلا والله زارتنا البركة على ابو اخوي عامر. هلا. هذه ريما؟ ايه ما شاء الله كبرت. ايه طبعا كبرت، ما شاء الله شوف صارت عروسة بعد. يلا حبيبتي سلمي على عمو عامر، يلا. هلا حبيبتي هلا. ما شاء الله الله يحفظك، ترى كنت بعطيك 5 ريال بس محفظتي بالسياره. يا قديم الحركات من ايام الحاره دي. اه بيبتي يلا عيوني، روحي لماما قولي لها زبطنا الشاي. يلا عيوني يلا بابا. الله لنا يا تروك، من عقب السروال الفنيله والثوب المقطع الحين نظفت وصرت تلبس زين وريحتك شامبو. عم ايش فيك انت؟ لا تقعد تفضحنا. الحمد لله الحين انا تزوجت والمدام سنعتني رتبتني عطرات حركات وثياب. شوف حتى الشمغمك وي. الله يخليكم البعض. الوجه هذا مو بغريب علي. أقصد أن المقابلة انتهت
والشوف الشرعية تمت وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. سبحان الله نصيب. أبشرك يا عامر، لقيت لك زوجة حجازية متعلمة دلوعة ست بيت، تسوي لك منتو فربوزة كاملي سليق. ها إيش قلت؟ كفو أصبر خلنا أشوف مواعيدي. أقرب موعد الثلاثاء 3 ديسمبر، أوكي؟ يناسبكم؟ ليه وش عندك؟ أبد عندي شوفات شرعية. انتبه انتبه يا شوكوش، ترى بيفشلك مثل ما فشلني. أنا زوجتي شافت له وحدة فل أوبشن على قولته ورفض. بس يا حبيبي يا عماد بس يا حبيبي، كلها ساعتين وناخذ أمك من الزواج. بس يا حبيبي يا عماد، قول يا ولد، قول يا ولد. يا الله الحين نسمي ولدك عماد؟ لا، أمه سمته على خالها. خذ غير الحفاظة ترى ريحة مخيسة. يلا بس يا حبيبي، يلا يا عماد، يلا. يا عامر ترى الدعوة ما هي فل أوبشن، أهم شيء التوفيق. الدنيا حظوظ، الله يرزقني مثل ما رزقكم. وش فيك ولديك أسبوع ما طلعت من البيت؟ أخوياي كلهم عرسوا وأنا باقي ما تزوجت. لا تجيب طال الزواج عندي، شايف البنات الرياض كلهن، ولا عجيب عنك السلوقي؟ يا أبو عامر ارفق على الولد، الزواج ما هو بيده، الزواج قسمة ونصيب. الزين عندنا وشين حوالينا، لقيتها ومباركين عرسنا اثنين ليلة ربيع عيل وقمرة. انتهت عقدتك يا عموري. الله يشغلكم، اشغلتونا بهالزواج. لقيت لك المكتب المتخصص في الزواج يجيب لك العروس اللي انت بيها بالمواصفات اللي تبيها. الله يصدقك ويرجك انت وياها. كم اذف عن وجهي؟ شوي على الولد الله يهديك. الحقي هذه بعدين اذف وياها. تعوذ بالابليس يا ابو عامر. الحقيها بعد تذلفي. عجيب والله. حياكم الله يا هلا، اهلا وسهلا. ما شاء الله المكتب مرتب وكل ما فيه يفتح النفس. ما قصرت، هذا من ذوقك. شوفوا يا مشاعل، هذا عامر وانا عمته حصه. ما شاء الله على ولدنا، كلها ملح وقبله. لفين الرياض كلها ندور له على عروس وما لقيه للحين. بنات الرياض كلها شافن ولا عجبتها ولا واحده، وحنا امدحوا لنا مكتبكم انكم تجيبون ما شاء الله عروسات حلوات مثل الشروات. نبي عروس الولدنا. غريبه ما تزوج الحين مع انه كيوت واخلاقه عاليه. انا الله ما يسلمك يا مشاعل. يا عامر هذا اول زواج لك؟ الاول والاخير. اسمعي يا مشاعل، خلنا اعلمك عيوب عامر قبل ما حاسنا. ولدنا ما شاء الله عليه رقيق ورومانسي وحبوب وطيوب ويحب يلعب مع البزارين. اموت في الاطفال انا. يا ابو ثلاثة ويا ابو ثلاثة وسهر الليل، يا ابو ثلاثة ويا ابو ثلاثة ويا ابو. العب وانت ساكت. وعيبه الثاني انه يحب الاتيكيت، ياكل بالشوكة والسكينة. تدرين حتى الرز والكبسات ياكلها بالشوكة. ما شاء الله. وهي صادقة، يقولون لي كل بيدك اقول لهم لا. معصب. والعيب الثالث يا شوشو اني انسان رومانسي، أكل للأسف منسي. خلص من اليوم يا عامر ما رح تصير منسي. وهذا يا مشاعل ملفه فيه كل شروطه وعيوبه وكل شيء تبينه موجود بهالملف. إن شاء الله أسبوع واحد وأتواصل معاكم. مو كثير. ها بشرة وش صار؟ أبشرت مشاعل إن شاء الله ما قصرت، قالت أسبوع وترد لنا خبر. يعني خلاص؟ اي خلاص، هالمكتب ذا سمعته في العلالي، ان شاء الله كل اسبوع يردون لنا خبر. كانها بدر ظهر بالعيد الاضحى، الرموش مسطره كلها عساكر. ما يحتاج، هذا اللي بيته لقيتها. صنعوا كلها فلاتر والفلات. حياك الله يا اخ عامر، وانا اتشرف بنسبك. الشرف لي يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا استاذنكم. مع السلامة.
واخيرا لقيت كامل المواصفات اللي ابيها. الف مبروك علينا يا شوشو. بعد ما درست ملفك اتضح لي انك ما تناسبني. انا؟ طب ليش؟ لاني ادور على زوج فول اوبشن. So you will leave, Alexander. We will miss you. Me too, but it's just 2 months. I will come back. Until I come back, I want to leave this iPad with you. What this? This is a gift for me? No, but be careful while using. Don't use the application I talked about. Okay. Thank you. Goodbye, bro. We will miss you. أوف ألعاب عزوز إيش رأيك بالهجمة؟ فنانة فنانة بيقول لك فنانة يسلك لك يا غبي. برافو عليك يا ألكسندر. ياهو ايش من صوت شكر؟ ما هو انت بسخت ملابسي، انت السبب. اخوان هذا من البرنامج، ما ابغى اصير كفت. ترجعني يا ابوي احمد ربك من زينك يا فقي. يا اخوان والله انه كده حماسي لين التماس. يا واد خليك رجال ولا بتنسحب يا فقي. انا ما انسحب، انا شجاع. بعدين باب. اوف 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 اوف. سلامات، لحست انتوا اياه؟ ما يا عيال سلامات، وش فيكم انتم؟ هنا في مخ ولا ما في مخ؟ تعال تعال افهمك الموضوع كامل. اركد يا كفته، وش ذا نفس البكله؟ وش السالفه؟ حبيبي صاحب الروسي الكسندر قبل ما يسافر خلي عندي الجهاز هذا. الجهاز هذا فيه له برنامج فتاك. تخيل انك تغير الشخصيات، اتحداك تجيب زيه. من جدك؟ ايوه. طب عادي تعطيني اياه؟ يا امانه. واللي يعطيك 5000 ريال؟ خذ. كفو. بس اسمع، ابغاك تعامل الجهاز كانه احد افراد اسرتك، وما تسويه باشياء سيئه. ابشر ابشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وايش بهم ذولا غدا وكذا؟ لا ما بهم شيء. شلون حافه ذا؟ أبوك الجهاز البطل. هاي أجعلك من بقايل وراك حولت عن يا واد. إيش سويت فيا؟ بهدلتني. احمد ربك هبايي، أنا اللي باحلم بعمري. التغيير زين يا حبيلك ولد العم، بس سويلك من عمي. بس هذا لبس، هذه ملابس الجديدة، وكمان تقليد كفتة يا واد. تقليد الأعمى يضر. أنا أقلد كفتة؟ ليه؟ كفتة هو كريستيانو؟ ها 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 ها. بس قم أقلع نام، يلا أقلع لغرفتك.
السلام عليكم. عليكم السلام. وينك وليدي؟ وش مؤخرك؟ بالعكس يبا، اليوم جاي بدري ومروق بعد. آمرني بس وش تبي؟ أبيك تنتظر في هالبيت. أبشر أبشر. ايش اللي معك هذا؟ سم ولا شيء ولا شيء. كم النتيجة؟ اوف 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 4-0. مستواك ضعيف يبا. لا لا، الأربعة لي. لك انت؟ ايه لك ولا لا؟ لا لي. لا يقول لا لي انا. ها الحين انت مانشستر يونايتد؟ ايه انا مانشستر. وانت يبا منو؟ سيتي؟ لا انا محلي. محلي؟ بس اخذتوا اسيا. نعم. هلا كفته. ايه ايه انا وعامر بالاستراحه. حياك كفته. بيجي؟ ايه جاي. عم عامر يا اخي غريبه، انا داق على كفته بس كنا شكش. شو السالفه؟ يمكن معه بالسياره شكش. بعدين ما تعرف كفته يحب يقلد الاصوات. يا ابن الحلال كفته، يا الله يا الله يجمع له حرفين. تبيه يقلد اصوات بعد؟ صح. ايشك بطني؟ يبقى شاي قهوة؟ يلا في الاستيشن. يا صديق روح روح جيب قهوة. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا والله بترك البطل. ما عندكم بيوت؟ أجي الظهر موجودين، أجي العصر موجودين، أجي المغرب موجودين، العشاء موجودين. يا أخوي إيش جوكم أنتم؟ وش سويت يا عامر؟ وش الثوب المخيص؟ هذا مفصله ب 120، ما كملت فيه 3 سنين وتكون مخيس. وش الجهاز الزين؟ هذا الجهاز البطل، يغير كل واحد لشخصية الثاني، وبعد يومين ترجعون وضعكم الطبيعي. وش رايكم فيني يا عيال؟ يومين؟ كان جبت الغير ذا المخيس ذا؟ تكفى يا جوني ديب. المهم يا عيال، أنا بدز باخذ لفة على البولي والتي ون. بس كيف اللبس يا عيال؟ كذا؟ صب شاهي. انا وتناظر بعد. ايه انت صب شاهي. ابشر. هلا والله بعزول. ارحب. اقول الشاحن حقك باقي فيه 30%. مش من زينان به متيك ايام شاحن فهد. شكلك لاعب بالناس. التغيير زين والله. النباح الانبهالي صدق حطيت مترجم علشان يعرفون حسي. لا يا شيخ شكل سواليفك واجد. اقول عطني الشاحن بس. الشاحن مع الكساندر الرجال مسافر. اما عاد عندي تمر سكر حبات كبار على كيف كيفك بداو. اقول هات الجهاز بس. ضايق الخلق عشان الجهاز يا حبيبه. كيفك يا عمو؟ هلا بسويلح. ها وشلون ابوك؟ بخير الله يسلمك. انت كيفك؟ وش هاللبس انت هالسنه؟ هو هذا اللي جاي عشانه. ولدك عامر سوى مصيبه بعد الشر عنك. وش مصيبته؟ شو مسوي؟ ولدك هذا سوى عجيل للمجتمع، خلاه معصوب ملكي بالجبن بالموز بالقشطه كذا يعني. هلا 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 صويلح، زين انك طقمت عشان نروح نلعب كوره. طقمتني والناس نايمين، اتصل عليك مندود عشان كذا جيت اشتكي. اقول انا لبسي بالسياره، مشينا نتاخر العيال. قم. مع السلامه يبا. يا الزلابة جاي تشتكي عند ابوي، تبي تسوي لي قروشة ومشاكل يا ورع؟ ايش اسوي لك؟ ادق ما ترد، نكبت عند اهلي، هيا رجعني زي اول. اسمع، التبديل والترجيع بعد يومين. ايش ترجيع بعد يومين؟ تيشيرت انا تيشيرت؟ اقول لك والله اشتكيك وزارة التجارة، هيا اهجد. ايه يا قلق، لا تكتب لشنا، اليومين فيك فيك. هي يومين اثنين، ايش يفكك مني بعدين؟
وخلصنا الشوبينج. ها قل لي وش رايك بالله بالجزمة الجديدة اللي انا شريت؟ يا واد انت مجنون، جزمة ب 2000 ريال؟ يا حبيبي وش عرفك انت؟ هذه جزمة ماركة عشان اذا لبستها الناس كلهم يطالعوني. الناس تطالع في الجزمة ولا تطالع في وجهك؟ يا هالتحلطم اخلص، وين تبيني اوديك؟ الكورنيش، قصدي لو في كورنيش بالرياض وربي يطلع حريقة. يا الله شكلي بوديك استراحتكم، كلامك جابني الحموضة. يلا ياخذ جاك العيال الحاوز عايب اعرفهم زين الا انت. لا والله ونعم فيهم. والله لا هو نعم ولا هو شيء، كلهم زلايب يا رجال. تراهم حبيبين وطيبين. والله انت الحبوب. انت حبوب والله العظيم، مسكين انت على نياتك. بس لك يا ياسر، انت الحين وشي متغير لبسك ومتغير شكلك شيك؟ مالك دخل في لبسي. لبسي هذا انا حر، انا حر، مالك شغل فيه، لا تنمر علي. والله ما تنمرت، بس انت الله يبارك. اسكت ولا كلمة. اسف اسف. لا عادي، بس بختبرك اختبار. ابى اشوف انت من والله ونعم فيهم ولا والله ما قالت. اختبر قول. عندك سلف 300 لنهاية الشهر؟ عندي، وتبطي تشدها. كاينك كاينك انك زلابة ما تنعطى وجه. وش اللي خلاني امشي معكم؟ انا ما ادري وش. امشي امشي قدام، يلا امشي امشي. ما تنتهي المباراة الا انا فايز عليك 3. بدري عليك يا السبهة. ما هو يا ابو ثلاثة، يا ابو ثلاثة سار الليل يا ابو ثلاثة، يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة سار الليل يا ابو ثلاثة. عفوا يا تروك، 3-0 هذه تسجل بالتاريخ. بعدين وش حياتكم دي؟ بلاي ستيشن. قرب ورقة بلوت، خلونا نلعب يا عيال. اقول يا عيال بلا بلوت بلا، انا طاقني الجوع، نبي ناكل. سلام عليكم يا عيال. عليكم السلام ورحمة الله. سامعين طريقة ابد؟ وش تبون قبل مباراة الاتحاد والنصر؟ انا اقول مندي. يا فقي ايش مندي؟ نبغى بحريات، سمك مشوي، سمك مقلي. يا عيال عندي لكم بالبيت طيور دخل، صيد شبيكة، جايبه لي واحد من العيال ضبط عليه ذيك الكبيسة. ايش الدخل دي حقتك؟ الله يدني يا ولد العم، نسيت الدخل؟ الدخل نوع من انواع الطيور، لا تسوي ما انت بعارف. يا اخي ما اشوف ايش يقول يا اخي، فاضي ذا طيور وما طيور، طبخ حوسه تقع على البخاري نهايه الحاره، 2 بخاري وخلاص. احبكم الفلسفه بعد اقسم بالله. اما بخاري الحين يا عيال خلوها باستا ولا بيتزا، انا مشتي اكل ايطالي. 1 2 3 4 5 6 7 يا عيال انا بقفل على الموضوع، 7 شاورما شطه كاتشب مايونيز. بسلامتكم. وفي 2011 كانوا قد تعادلوا بعين هدف مقابل هدف، عمر همساوي. يا عيال حطوا مباراه برشلونه خلينا نشوف النتيجه كم. يا فقي لا يا العالمي يلعب، لا احد يبدل. اي عالمي بس بالترشيح. ما عليك يا كفته، بتفوزون اليوم. لا يا كفته، استمتع استمتع، بس السنه الجايه نازلين اولى. قويه قويه. عطى ايه حطها في مناطق دفاعات الاتحاد. ترى بتروس يتدخل في الاوب. يا عيال هذا كفته ولا ذا؟ أبوك البلشة طف الجهاز. ألو هلا عزوز، وينك فيه؟ طيب جايك الحين، لا تتحرك. مع السلامة. صاحبي هلا للبثارة. ما هو
حالتي النفسيه فردك هنا. اخلص علي وش تبي؟ انا صحيت من النوم حصلت نفسي كفته، يعني عامر لعاب وكاذب كلها 48 ساعه وراجع وضعك طبيعي. يعني متى؟ يعني 3 ساعات 4 ساعات. بعدين احمد ربك من زي شخصيتك ذي، انت الكسبان انت وجهك. انت نفسيه يا على اصدرك يلا يا نفسيه. انت نفسيه يلا اللي يعطيك زارين وجه ما بزروا عطناهم وجه. عامر ولا ورا ما تنصب موتارك؟ انصب؟ وش تقصد؟ تنصب الموتر توقف بذا شهر شهرين يجمع به الغبار، والله ياه بيطلع نصب يغادي سكبه. اتحداك الجو البطل. اسمع جهازك شحنه انتهى. عساه ما جاء شيء تابلش مع الكساندر. لا ما جاء شيء بس انت شحنه. الا بسالك وش وضع الكساندر؟ ابشرك زعم عليك الكساندر يبي يستقبله من المطار. كفو كفو خير ان شاء الله. 20 اتصال ليش؟ سلامات فاضيين انتم؟ يا ابويا عدت يومين ما صار شيء، ايش الهرجة؟ عامر صاحبي رجيني شكوش. انا مبسوط كذا خليني زي ما انا. انا يا عامر ما عندي مشكلة، الموضوع ما يفرق معي بس بشرط تركي يعطيني 1000 ريال لو بشخصيتي سنة كاملة عادي. يا اخوي ما تعرف تتكلم انت، من زينك انتو خلقينك. عامر انا اطالب اني ارجع زي ما كنت. ايه الجهاز مع عزوز، انا مالي دخل. مسوي نفسك طالع منها يا ابويا، كل اللي احنا فيه بسببك انت. هذا هو ناخذين جهازك. انا وش السالفه؟ لكبتني عامر، رحت استقبلت الرجال من المطار وزعل علي. الكسندر صاحبي رجعني شكوش. يا فقي خليني كذا، اصلا ما ابغى ارجع. sit next to them please. ارتحتوا الحين؟ مسوين زحمة والشارع فاضي، من زين شخصياتكم الأساسية أصلاً. وراك تسوي بتذا، حسبي الله عليك. عزوز عيونه اليوم انا معاكم قلبا وقالبا، بما انك الجار واحنا عندي الجده كده بعض، بس نبغى منكم خدمه صغيره، طلعونا الهلال وكثر الله خيره فيه. حبيبي قعد ملكي اخذ خطر، مو بس يطلع لك الهلال كل الفرق الاسيويه ها ونجيب الكاس. حبيبي الصوبه وجانيني انت ابله، انت قول لي ايش وضعكم؟ داخلين بتشكيلة سمك، لبن، تمر هندي، ترقيع الله وكيلك. يوه مو سددتوا ديونكم واموركم عسل. اوكي تسددت الديون بس جايبين اجنبي اكبر من جدي، وده كوستا وبروفيتش يتمشوا، تقول لي تسددت؟ لا الفرد الفرد هذا قاعد تشكيل همومك. خاطئة الكرة عطيف باتجاه كاريوب، يبعد هالدفاع مشروع مرتدى خطير الاهلي 3-3. لا 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 تكفين جاني لداخل منطقة بكرة. الله عليك يا بطل. وش ذا الدفاع؟ جانيني منفرد من وسط الملعب. يا حبيبي ظنك تبي تجيب آسيا بهالفريق؟ خلاص آسيا راحت مع سامي تمياط وثريان، جيل كان يلعب بروح. بس سمعني سمعني صياحك انت وياه، هذا الاهلي هذا الراقي والعالميه صعبه قويه، والعالميه صعبه قويه. هاي ابو طاقيه وين رايح؟ وين الحق خويك؟ الحق الطاقيه الثانيه. يلا 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 هيا هيا. يا الاهلي يا ربان من عنده خسران، يا الاهلي يا ربان من عنده خسران، يا الاهلي وين حماسي والفوز مطلب اساسي، يا الاهلي يا ربان من عنده خسران. هلا حلو 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 كده الهلال يخرج من اسيا كالعاده، ما في اي شيء جديد. طيب
وانتوا تقابلونا بعد ما نطلع الفريق الايراني. كمل خطة يا حبيبي، قول انه حنفوز عليكم ونقابل الفايز ما بين النصر والسد. كمل. لا فادي معليش اسمح لي حبيبي، ود اسمح لك بس هذا ملكي اخضر خطر، حيشطفكم زي ما شطف الهلال. والله كان ودنا نفرحكم بس مو بيدنا، بما انكم انتوا صفر في اسيا، كبيركم دوري 16، لا تنسى احنا عميد اسيا. مدان احمدان مدان احمدان. يا القهر بس يا عامر، يا القهر، ما بقى للأهلي؟ الأهلي اللي ما عمره أخذ آسيا يطلعنا؟ لا، ولا يجيك واحد أهلاوي ما عمره شم العالمية يجي يقول لك العالمية صعبة قوية؟ لا يا شيخ، على أساس سدني يوم طلعنا كان معاه آسيا. يا رجال ما بقى أحد لو طقطق على الهلال، لو يتأسس فريق ماليزي اليوم السنة الجاية يطلعنا. لحس آسيا. قال ايه؟ قال تبغى آسيا، تبغى آسيا يا صغير جدا، أكلت أربعة، يا ليتكم سكتوا وقعدتوا مستورين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، دفاع تشليح ما جيبوا كاس جبنة مو كاس آسيا، وبعدين انت اسمك كلمت علي زي الحية كذا. طحنوا من بيتنا ما تنجابوا ذا. سيبوا يا ابوي، الضرب في الميت حرام يكفي هزيمتهم. حسين عبد الغني كان يلعب معانا في الحارة إلى الآن أساسي في الأهلي، يا ولد كيف حتفوزوا أصلا؟ مو راضي اعتزل، ما تجيني أبخر. يا هلال عزك عزنا، يا هلال يا هلال عزك عزنا، يا هلال يا هلال عزك عزنا، يا هلال يا هلال. يلا خذ تفضل الشباب المساكين افسحت عقولهم من كثر ما يعشمونا باسيا، صاروا يحتفلون حتى بالهزيمة. يا هلال عزك عزنا. يا شباب ما لها داعي، روحوا لبيوتكم، لا أحد يصوركم الحين وينشرها. خلي يصورنا، فايزين ومبسوطين. فايزين ومبسوطين؟ وشلون؟ الهلال فاز 4-2. من جدك؟ اي من جدي. يا هلال عزك عزنا، يا هلال يا هلال عزك عزنا، يا هلال يا هلال عزك يا هلال عزك عزنا، يا هلال 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 يا جو. الله يفشد الفريق، ما عمرنا احتزمنا فيه فرحنا. وش يوقف الهلال الحين؟ اذا خسر الاهلي يطلع النصر. غبي انت، وش دخل النصر الحين؟ اسال نفسك، انت تشجع النصر وزعلان على الاهلي؟ كيف كذا؟ اوه انا غلطان يوم اني اناقشك، كيف كذا؟ اوف طفشت منه هذا الجوال. ليش؟ وش فيه؟ رفع ضغطي كل شويه يعلق. بعذره، كارفته 24 ساعه، سناب انستغرام تيك توك. عامر الله يخليك، جيب لي جوال جديد. تكفى. وانا ابو علي تكفى تهز الرجاجيل. ابشر بعزس يحضر لك احلى جوال جديد. من جد؟ متى؟ اذا جاب الهلال اسيا. يوه كل شويه تقول لي الكوره والهلال واسيا، انا ايش دخلني في اسيا هذه؟ عاد بكيفس، هذا اللي عندي، تبين جوال جديد ادعي للهلال. يا رب انك تجيب الاسيا هذه، حيكون احلى يوم في حياتي. يا رب، عني ما اتوقع. يا عالمي يا جمهور الشمس، بعد شوي مباراة النصر أسد آسيا ضد السد، فزنا بالرياض واليوم بنفوز في أرضهم ونأكد التأهل. أسد آسيا أجل ها؟ أسد آسيا، متى أخذتوا آسيا عشان ترجعون له الترشيحي؟ الترشيحي! يا للليل، وش تبون أنتم بعد؟ جايني طقطق عليك يا الفقراوي، ما ظنيت والله بعد هالثقة أنكم تتأهلون. بنفوز اليوم ونتأهل إن شاء الله، وبيطلعكم الاتي بيتقابلون الأصفرين العالميين، والمحلي يبقى محلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلو الحين حلوة السهرة. ياسر
إذا النصر فاز تعزمنا كلنا على عشاء. أبشر بالعشاء اليوم والغدا بكرة. يا عمري أنا يا نصر، أنا أصلاً تعبت وكرهت هذه الكورة، الناس ما عندها سيرة غير آسيا وآسيا وآسيا. مش تقولين عني، ولدي ياسر من أمس حالته حالة ولا تعشى. بشري يا بنتي كم النتيجة؟ ما عليك يا خالتي، متابعة أول بأول، لغاية دحين النصر متأهل. الله يبشرك بالخير، يعني ولدي ياسر بيتعشى الليلة. حنا يا الأمهات شايلين هم أكثر من العيال، وأنا صرت أتابع أخبار ونتائج الهلال علشان خاطر ولدي عامر الله يصلحه. لا وصرت أعرف أسامي اللاعبين، غوميز وكاريو وسالم بعد. الله يا أم عامر، صرت رياضية بتعرف أسامي اللعيبة. يس بشري، فاز النصر؟ لا، تسجل فيه 3 أهداف يعني انهزم. الله لي يبشر عدوك بالخير. أجل أسد آسيا ها؟ وش ذا الأسد يا عيال اللي كل ما وصل دور ربع النهائي ديور؟ هتدري شكرا الأسد ما عرفوا. بس بصراحة لو جوليانو بس يعني حطها أرضي كان ياسر الحين فالة، بس الله يهديه حطها في السطح. أقول تروك، تتوقع النصر متى ياخذ آسيا؟ إذا الاتحاد سدد ديونه. هتدري يا تركي هذا الاثنين في واحد 2-1. ايه اهدى انت هو يا فقي يا محلي، سيب العالميين في همومهم. ايه لا 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 حرام حرام صراحة، خلونا نوفر الكلام بكرة، معانا مباراة معهم نبي نجلدهم. ايوه بكرة مباراتنا وحنهزمكم. اضحك اضحك انت وياه يا الطواقي، مصيركم تطلعون زي كل سنة ان شاء الله، واللي بيطلعكم مشرف الوطن بكرة ان شاء الله العميد. ياه دحين صرنا عميد، نسينا ما صديقنا لنا. لا تصيح يا القوطي ها، بعدين لا تنسى تمر محل الرياضة عشان تشتري طقم الاتحاد وراوة وقوانزو، لأنك بتحتاجهم زي كل سنة. ياسر ياسر العشاء. كل من جوليان ودا الله حسيبه حرمنا العشاء من الجوع، عشان ثاني مرة ما تتعشى في فقراوي. ياسر ما يصير اللي مسويه بنفسك، خلاص عاد الكورة فوز وخسارة، اجبر بخاطري وكلك لقمة. والله مالي نفس آكلي الغالية، بس لو شاتها جوليانو أرضي كانت تأهلنا النصف النهائي، ويمكن ناخذ آسيا ونروح العالمية مرة ثانية. عندي لك فكرة، وش رايك أخطب لك وحدة اسمها آسيا، وبكذا تصير خذيت انت آسيا. ما بيك تضحك، قم كل ان شاء الله. يلا فيانويفا يلعب كرة الى منطقة الجزاء، يوف جزاء، الكرة بعيدة تلعب بالراس. لسه تو اللعب، اصبروا وما تحنوا عليه يا جمالة. آخ يا قلبي راحت علي الهدايا بسبب الحارس ذا اللي قاعد يتفرج. يا حسرتي على ولدي، الحين بيرتفع ضغطه. عينه خير عينه خير، المباراة الدقائقها الأولى والفرس الأصيلة ما تسبق إلا تالي. والله حرام تضيع آسيا بأخطاء غبية زي كذا. معصي معصي، تجيك آسيا وهذا فريقك المعيوف والبليهي، الفريق كله ترقيع في ترقيع، اطلعوا مخ يا شيخ. مسمع مسمع يا ابوي، صيح صيح صيح، سمعني صياحك يا مسخرة آسيا. كابتن فوز عليها في دوري، تفوز عليها في كاس، اما آسيا اصحى حقت العميش. التعادل السلبي بدون اهداف، الكرة ملعوبة لسالم الدوسري، سالم يلعب كرة لجوفينكو، جوفينكو يلعب كرة لسالم، سالم سالم هي هي إلى كاريو، كاريو لعبها جول. يس 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 يس، أبطال والله يا أبطال، فعلا زعماء القارة كل البلاي المعيوف. سالم سالم، لا يا شيخ مو بتو تقول ترقيع، ما بشغلك. شفت هذا التعادل، الحين بيجي الثاني. خالية بسألك، دحين إذا انتهت المباراة تعادل تروح لأشواط إضافية؟ لا، تأهل الاتحاد. ليه؟ والله حرام ظلم. نظام الهدف هدفين، ما أنا فاضي أشرح لك. يلا يا سالم.
انا قايل لكم وسعوا صوركم وصبروا الخير جاي. وش فيك يا عمي طلعت بدري؟ ترى تو المباراة ما انتهت، يعني باقي في أمل. أمل؟ أمل مين يا أبو أمل؟ معك سيارة، تقول لي أمل؟ ايوه هذا الثالث يا كابتن. يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة سار الليل يا أبو ثلاثة الطاويلات ترحمونه سار الليل يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة سار الليل يا أبو ثلاثة الطاويلات ترحمونه سار الليل يا أبو ثلاثة. ألف ألف مبروك تستاهلوا، يا رب توصل الكاس وتاخذوه. إيش 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 تتمنى الهلال ياخذ الآسيوية؟ إيوه أتمنى عادي، فريق سعودي ويمثلني وتعب واشتغل على نفسه. خونة، طول عمركم خونة. كلكم خونة لهم، هذا نظامهم ابن حلال، شغل افلام هندية. وش اللي خونة ما خونة؟ شغل بكايات وكلام فاضي. ويا بكايا ويا بكايا ويا بكايا عبد الله يا بكايا. اليوم الهلال على اخر خطوة من النهائي الآسيوي، ما هي نسبة تحقيق هذا اللقب؟ بعد خروج الأندية السعودية من البطولة ارى ان الهلال أثبت أن العالمية سهلة علي وصعبة على غيره. وش يبون أكثر من كذا عشان يحصلون على هالبطولة؟ علمني. الشرق والغرب فصلوهم عن بعض وصارت عبارة عن بطولة خليجية وليست أسيوية. المهم الحمد لله ربهم كلش عندهم، الحشد المالي والمحترفين والجماهير. هي إذا ما حصلوها فضيحة فضيحة. وليش النصر خرج من البطولة هذه دام انتوا تقولوا انها سهلة؟ على فكرة يا اخوان بكرة الهلال حيلعب مع السد وحياخد بتار النصر، لان طريقة لحظة يا مفارس، لحظة يا حبيبي انا ما قاطعتك. لو سمحت اعطيني وقت. الحوار كله عنده. لو سمحت انا ما قاطعتك، خليني اكمل كلامي. ابو تركي انا اكمل كلامي وبعدين جالس يتكلم الحالة. خلاص دقيقة بس، دقيقة ابو فارس نختصرها بس دقيقة. ابو تركي تفضل. انت طلعت من محور حديثنا ان اليوم جايين نتكلم على الهلال مو على النصر، هذا اول شيء. الشيء الثاني القرعه خدمت الهلال. كلها شوف يا حبيبي لو سمحت انا ما قطعتك، انت قاعد تكلم ابو فارس. لا زي ما تعطيه هو فرصتك. اعطيني انا ما قطعتك ابو فارس، معلش اخر زمن هو يقول. دقيقه ابو فارس، دقيقه معلش ابو تركي. فاصل ونواصل. على اليمين راح كاريو في محاوله هلاليه، مره كاريو عدى كاريو. يلا عيال يلا يا رب شدوا الهمه شدوا الهمه. عيال عندي احساس ان قمز بيسجل هدف، الله يسمع منك. الهيدوس يلعب الكره مره اخرى لاكرم، تمريره باتجاه امتاي هيل. الهيدوس تحرك هجومي خطير جدا وكره عرضيه. يا سلام قمز جاب هدف، فريقه وهدف اول. اركم يا جماعه قمز جاب الهدف، افرحوا يا فجي. الهدف مو للهلال، كل من عينك يا تركي. بدل ما يجيب في الخصم جاب في نفسه، الله يرجك انت احساسك. مبكر في الربع ساعه الاولى. القم انت وياه القم، من كثر ما تطلعون من اسيا صرتوا تدلون دربكم، ما يحتاج فريق يطلعكم، تسجلون في نفسكم وتطلعون مره واحده. هذه اخرتها، هذا واشكاله يطقطقون علينا وهم طالعين قبلنا. الله يهديك يا زعيم. يا رجال قايل لك فريق ترقيع في ترقيع. يا جماعه ما بقى شيء على النهائي، نطلع بالطريقه دي والله فشله. اقسم بالله مو بوقتك يا تركي، اركد يا اخي ما احنا فاضيين لك. اسلوبه في الملعب بالخطا من الدفاع هذا كاريو، هذه واحده كاريو عرضيه اليمين خطير عند جوفينكو بالكره وكوبيس. يس يس يا قلبي يا قلبي يا زعيم، يا احسن فريق في القاره. كفو توك تقول فريق ترقيع، الحين صار افضل فريق؟ مو بشغلك. خالي ممكن اسالك سؤال؟ انا اكره الاسئله وقت المباريات. طب بس الله يخليك قول لي ايش حيصير بعد الفوز دحين؟ خلاص ضمنا التاهل للنهائي يوم 24 ان شاء الله، واي فريق قبل الهلال حيهزم الهلال. على مين تتصلين؟ ابغى اتصل يا خالتي احجز شاليه يوم النهائي يوم 24. ما شاء الله الله يكثر خيرك. الله يكثر خير ولدك عموري حبيبي.
هذا غير الهدايا؟ وفي السفرة كمان. الله لا يحرمنا من الهلال يا رب. يا حسرتي عليك يا ولدي، ضاعت قروشك. يا جماعة لازم نشوف لنا دبرة، خروج الهلال تأخر كثير هالسنة. وأنا شاك ذي المرة الهلال جايبها. يا ابن الحلال أنت تذكر ربك، قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا جماعة أعطونا الحل. أقول خلنا نتعوذ من الشيطان ونشجع جارنا ذا الهلال، تراهم جيران، ها؟ ما يخالفون معنا. إيش 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 إيش؟ أنا أشجع الهلال؟ والله لو يموتوني فحطون ما أشجع ذا الطواقي. بعدين كيف تبيهم يصدقونك؟ أنت يا النصراوي لك 20 سنة متولجهم، طلعت الشيب في راسهم. العالمية صعبة قوية. أنا أقول لا نستعجل، ننتظر المباراة الجاية ونشوف شو بصير. سريع وبجي خلاص. طيب خصمه في مباراة اليوم وعوده من بعيد بهذه الوضعية بهذه النتيجة. بعد التمريرة تصل إلى أكرم عفيف عادي المهم متابعة سريعة لمساعة السد. هذه كرة وعودة بعد ذلك 3-1. شو السالفة يا عيال؟ وين الدفاع؟ وين الحارس؟ وش ذا اللي قمنا 3-1؟ يمينا بالله فريق ترقيع في ترقيع. أنا ما أدري مثلا بنجيب آسيا ذي، مستحيل تجيبها إذا رحت دقيقة واحدة وجابوا فينا 3. منحوسين حنا. لو سمحت أنا حجزت عندكم موعد يوم 24 وأبغى كنسله، تقدروا ترجعوا العربون؟ فيها خطأ فيها خطأ فيها خطأ فيها فاول فيها فاول وخطأ لمساعة السد في مكان خطأ. يعني في الذهاب جابوا 4 وفي الإياب هدف 1، يعني الهدف هدفين. وش بيصير؟ يتخيل هذا السيناريو. ها بشر، هذا فاول ان جابوه يا سلام، ما تاهل، وما جابوه رحنا فيها، تاهل الهلال. يا رب يجيبها يا رب يا رب. والله ان صارت نضحك على الهلاليين ضحك السرير، وفعلا بصير الهلال يقلب. يا الله يا رب انك تجيب هيدا الكوري. يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا كريم. تكفى هيدا الكوري جيبها تكفى. كنا ضامنين، كنا متأهلين، وشلون صارت كذا؟ أقول اسكت ترى ماني بناقصك، ماني بناقصك يا تركي. المباراة اللي تلعب بأعصاب اللاعبين والمشجعين. الحين ليش هالتاني يصيح إحنا تونا ما طلعنا؟ يسجل وكان محظوظا في أن يبقى ويستمر في المباراة. خوخي مع نامتا هي أخطر اللاعبين. فرصة سدوية على حدود منطقة الجزاء في مكان خطير. الفرصة السدوية. دعوات الهلاليين على هذه الكرة الأخيرة. سد لديه الفرصة. هذه المحاولة من جانب نامتا هي يلعبها. كفو يا معيوف. أوه يا معيوف حبيبي. أوه يا معيوف حبيبي. أوه يا معيوف حبيبي. حبوا مين؟ معيوف. حبيب الملايين. معيوف. حبيب الملايين. معيوف. تحبوا مين؟ معيوف. آه يا القهراء، يا جحلة في عيونك ذا الصغار يا ذا الكوري. الحين الباب عرضه 7 متر، ما لقيت الا تحطه في زاوية الحارس. ها يا المعيوف، قهرني قهر. فجأة سرب فن يا رجال، الكورة جات لين حضنه. ما تعرف حظ الهلال؟ والحل دبرونا يا جماعة، متى يخلص هالكابوس؟ أنا أقول ندعم الهلال، وبالذات البلاي والمعيوف. إذا جابوا الهلال آسيا نقول إحنا اللي دعمناهم، لكن إذا جابوا العيد وضيعوها هذا المطلوب. نرجع ونقول وما ننسى. أورا وبس. ايوه أورا وبس. ايوه في الحقيقة، وعشان المناسبة هذه والهلال قرب ياخد آسيا، الكل فرحان، الكل فرحان ومبسوط، ما عدا فئة معينة كده ما تبغى الهلال ياخد أي حاجة. فأنا عندي خاطرة كده كتبتها وسميتها يتركوهم أو ما يتركوهم. يتركوهم أو ما يتركوهم، إذا حققها ما يتركوهم،
وإذا ما حققها برضو ما راح يتركوهم، لأنهم يراقبوهم وما راح يتركوهم. صح لسانك يا أبو فارس، بس أنا اليوم أنا جاي أدعم فريق الهلال. هذه صورة لا تسوي زوم المخرج، هذه صورة البليهي والمعيوف. أنا اليوم أبي أدعم الهلال وأدعم البليهي والمعيوف بالذات، لأن البليهي والمعيوف جاهم انتقاد لاذع من جمهور الهلال. بس أنا أقول لكم يا بليهي والمعيوف أنا معكم واستمروا أنتوا غادرين، والهلال بيجيبها هالسنة. أساساً أراوة ضعيف ومنتهي ولا عندها أحد، إذا ما أخذها الهلال هالسنة وخذ البطولة وراح للعالمية اللي قاعد يطلع عمرك ما غير يجلد عليها ورايح جاي بيها من 20 سنة ما سوى شيء. أراوة هو اللي هزم الهلال قبل كم سنة، نسيت يوم تذبح أنت حاشي؟ لو سمحت هذا مهم موضوعنا، مهم موضوعنا، ولا لك علاقة فيني، أذبح حاشي أذبح سلك مو بشغلك. موضوعنا الأساسي العالمية، العالمية صعبة قوية، عرفت شلون؟ العالمية صعبة قوية، يعني طول عمرك إذا خذها الهلال ترى ما جاب شيء جديد، لأن فيه ناس قبله اللي هو النصر جايبها من 20 سنة. إيه وهذا هو الدليل، أصابك هدي، هذا هو الدليل، هدي شوية، شفته؟ هذا الدليل. وش جو الحلاقين ذا يا ابو فهد؟ جايب لنا فوطه. ما راح يتركوهم. فهد ابو فهد ما راح يتركوهم. ابو فهد معليش دقيقه، معليش تباس تباس مع البليه والمعيوف قلبا وقالبا. ابو تركي، ابو تركي معليش، كل مره معليش 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 ابو فارس معليش. فاصل نواصل بعد الفاصل. انتبه يا بلي، انفراد لمهاجم أوراوا والهدف لأوراوا أصبحت مستحيلة. هل كاس تتجه للفريق الياباني الذي أحرز هدف في وقت قاتل؟ كرة قدم ظالمة، الهلال فعل كل شيء ولم يسجل. وش ذا؟ كل سنة نطلع، كل سنة نطلع. لا يا بليه، لا يا بليه، يا لطفي، لا 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 لا. سلامات يا بقيش، مفاجأتنا. الساعة كم؟ الساعة 10، ساعتين اثنين وتبدأ المباراة ويشوفوكك بعدين. استهدي بالله يا ابويا، تعال افطر وان شاء الله الكاس لكم. لا لا بطني يا مغصني، مع السلامة. تعال يا الحبيب، تراها مباراة مو باختبار رياضيات عشان نغسلك بطنك. مالك شبيه، مالك شبيه الا القمر بين النجوم، مالك شبيه. والله لو تقول بصايد من هلا بكره ما في استئذان. ليه يا طويل العمر؟ ليه؟ هذا يوم تاريخي للزعيم. الله يرحم والديك. تكفى، ابي اشوف المباراه، ابي اشوف النهائي مع العيال. يا اخوي احنا حاطينكم تحدي للشاشات غرفه الاجتماع كلها عشان نمنع استئذان منكم ومن غيرك. مالك شبيه، يلا عجلي المباراة بتبدأ. يلا يلا جاية، بس أنم الصفرة. Oh.
طويل معيوف طويل. حلو عيال. عطى 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 اضغط عليه اضغط عليه. مع الشهري قد يفكر. كفو كفو يا موسيقار روح. يلا فرج. ادعس اي اي اضغط عليه روح. حلو يلا يلا هي يا رب روح. عطى عطى هي يا ابوي قوم اسفه تحرك. العب هي 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 هي. حرام عليك يا شيخ. وش ذا النحس؟ وش ذا البطولة اللي عاد تجي؟ ضاعت الفرصة. كل سنة في النهائي نضيع ألف فرصة. أعوذ بالله وتضيع البطولة. أنا ما أدري وش بيننا وبين النهائي هذا. في وسط الملعب اضغطوا اضغطوا يا عيال. ما شاء الله يكون عندك هذا الكم يا عيال. ربع ساعة يلا. لكن النهاية لم تكن سعيدة. القادم أفضل يا غوميز. القادم أفضل يا هلال. فرصة متاحة. الهلال لا زال يبحث عن هد. جيومينكو على تنفيذ ثابتة ركنية هلالية تلعب القائم الأول. يبعدها الدفاع يا سعيد هالسالم. الضربة لكنها صدمت في الدفاع تحولت إلى ركنية. الضربة يا سالم حلوة كانت. اللقطة الأخيرة من التورنيدو لكنها ضربت في روح في الجدار الدفاعي لفريق أوراوا. يعطيه فيه خش عليه خش عليه خش عليه. اي حكم يلا روح يلا 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 كريم يلا روح 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 ادعس روح اي روح هيا عطى فرج يلا يلا فرج يلا 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 سرب يلا. أخيراً حتيجي آسيا خشوا. يا رب لك الحمد والشكر يا رب. يا رب لك الحمد والشكر يا رب. مبروك مبروك يا عامل. لا تبكي دمعة غالية علينا. خلاص هتروح للعالمية. ماني مصدق يا عامل والله ماني مصدق. مبروك يا عامر ألف مبروك وربي تستاهل. الله يبارك فيكم. وينك يا سلمان؟ وبعد ذلك كبير سالم سالم سالم. أخيرا أخيرا أخذنا آسيا. أخيرا للعالمية. الهلال أصبح قريبا جدا. ايوه طير على طول. يا حكم يا سلام. في مرمى مشي اللي في مرمى يلا يلا مشي في مرمى وراوا في بطنك يا شمورا. تعود الكره هيا يا سلام يا سلام يا سلام. هيا هو الثاني مرة مرة الثاني واسمه هلال نادي وله عشاك في كل عامل. جات الآسيوية جات الآسيوية أخيرا. ياس مبروك بنروح العالمية. خلاص ما في صعبة قوية. أتحدى كل أسوية نادي وله عشاك في كل دولة. يا هلال 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 زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم. أوه يا هلالي 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 اوه يا هلالي اوه اوه يا هلالي اوه يا هلالي اوه يا هلالي اوه اوه يا هلالي اوه يا هلالي اوه يا هلالي.
هلالي هو 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 يا هلالي أوه يا هلالي أوه يا هلالي هو 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 والعالمية سهلة علي أيوة والعالمية سهلة علي أيوة والعالمية سهلة علي قاوة قاوة نشروني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني يلا بسرعة لا تعطلوني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني شكرا حاج صالح منك الفرحة كل هم كنك حتى تتابع الصفحة يا نبي نشروني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني يلا بسرعة لا تعطلوني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني شكرا حاج صالح منك الفرحة كل هم كنك حتى تتابع الصفحة يقولون ازدحام بمركز الصحة ساكت في دولة تحجوني شخبار الضغط نشروني شخبار شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني يلا بسرعة لا تعطلوني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني شكرا حاج صالح منك الفرحة كل هم كنك حتى تتابع الصفحة يقولون ازدحام بمركز الصحة ساكت في دولة تحجوني شخبار الضغط نشروني شخبار يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سار الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سار الليل يا ابو تلاتة ايه عزوز جهز نفسك عشان تلقم مثل خويك تلقم يلقم القامة والقمة حجر في المعجم الوسيط تعني اسكته وفي المعجم الكبير تعني افحمه عند الخصام السالفة ذا يا ابو اتركك منه الكتب لحست مخه كمل خلى علي ها ياسر تعال كمل الجيم تعال أبيك إلى أين ذاهبون؟ الحوش امشي حسنا خير يا عزوز وش فيك؟ هتقول هس هل أنت منهم؟ منهم ذولي أعداء العلم والمعرفة إنني أتعرض لمؤامرة أها مؤامرة ومن اللي تامر عليك؟ إن هذا العالم ليس مكانا لي إنهم يحاربونني سيكولوجيا وسيسيولوجيا إيه وبعدين وش صار؟ لقد أصبح بيني وبين هذا المجتمع بون شاسع في التفكير الميتافيزيقي عزوز أنت تعبان أوديك المستشفى مستشفى سبق وأن قلت لكم أن هذا العالم طارداً للعباقرة والمفكرين لن أبقى ولا لحظة واحدة أيها الحمقى
لن أكون سمتريا، لن أكون سمتريا. ما هو سمتريا؟ أصمت. والله ما راح يضيع كل عنتر عزوز، أعقل. عنتر لم يضيع قبيلة بني عبس، فكيف له أن يضيعني أيها البزر؟ أنا بزر، أنا بزر يا عيال. عزوز، عزوز. عامر اتركه، عزوز صار مخ. سلي يا عبلة الجبيلين عنا، وما لقد بنوا الأعجام منا، أبدنا جمعهم لما أتونا، تموج مواكب إنسا وجنا، وراموا أكلنا من غير ريوع، فأشبعناهم منا ضربا وطعنا. لا 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 يا واد، إيش قاعد تسوي هنا؟ دعني أجد إلى العلياء في الطلب، وأبلغ الغاد القصوى بالرتب. يا واد إيش الكلام الخربطة هذه؟ رتب وما رتب، الرتب هذه اللي أنت قاعد تقول عنها هي اللي حتيجي وتاخدك للسجن. وبعدين إيش الشعر هذا الملولو؟ أمشي أمشي قدامي انقلع، يلا قوام يا واد أمشي. شوف 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 ذا المهبول يا رجال، ذا شكله ملحوس، اسحب اسحب عليه. ماذا نفعل عند الحجام يا أبتاه؟ يا ولدي أهجد، يا ولدي تعبتني في حياتي، خلاص أسكت يرحم أمك، لا تفضحنا. هل أنتم من بني عبس أم من بني زبيان؟ من بني هلال. مش عند ذا السبك؟ خسرت سبك، تعني في المعجم الوسيط، سبقته الحياة، سبقته التجارب وعلمته وهذبته. تريد تهذيبا؟ عجب. الله يرحم والديك، أنا جاي حلق وامشي بس. سم سم أبشر. هل تصمت أيها الأسلع؟ يا ولدي يا ولدي، لا تخليني أعطيك مخمس يحب قلبك. هيا تعال أقعد هنا، أقعد هنا قوام، أقعد. أيوة. أعتذرني أبتاه. يا زول تعال حبيبي تعال. اسمع، أبغاك تحلق له زينه عشان ينسى سالفة عنتر. من بني من هذا الرجل الطيب يا أبتاه؟ هذا من بني سودان. وأنا من به. إذن هي المبارزة. يا زول مبارزة شنو؟ ده موس حلاقة. يا واد قر عساك القريرة يا واد، فضحتنا بين الناس ونزلت وجه الأرض. أتقلق يا أبتا أتقلق. إن هذه غنائم الغزوة المباركة، فهل من معترض؟ من يعترض فليأتي معي خلف الجبل لنتبارز لجرا لرجل. أنا مش معترض خالص، أنا مش معترض. حضرتك لو عايز البضاعة خدها كلها، لو عايز المحل كله خده، ولا ولا خد كل حاجة، بس سيبني عيش، سيبني عيش، سيبني عيش، الله يخليك سيبني عيش. ممتاز ممتاز. أي خد لك يا عزوز، ارحم أمك، جبت لي السمرقة، الحوائج هذه أنا اللي حدفع قيمتها، وخلينا نمشي. أبدا لن ندفع. أتريد أن تشوه سمعتك أنت بن شداد بين القبائل يا أبتاه؟ لا لا، لشوه مين؟ سمعت حضرتك، ده أنت نار على العلم، ده أنت مش عارف أنت عامل إيه في مصر، ده من زمان من أيام عنتر وحبلة، وإحنا بنحبك قوي يا باشا. خد كل البضاعة، خد كل البضاعة حضرتك، اللي أنت عايزه كله براحتك خالص. أصمت! فليكن في بالك أننا سوف نأتي لنغزوكم في كل أسبوع مرة أو مرتين، فلتستعد للنزال أيها الوغد. حاضر يا باشا، اتنين تلاتة اربعة الاسبوع كله، لو عايز تمت ايام في الاسبوع اغزو. حاضر يا باشا حاضر.
يا اخوي ترى ما يصير كذا، ولدك مريض يتعالج الله يشفيه، لا يجلس يأذينا ويأذي خلق الله في الشوارع. ابشر يا حضرة الضابط، والعذر والسموحة منك، الواد هذا اهبل وعقله فيه لوسة. شوف انت المسؤول عنه، واذا جاني مرة ثانية ما الومه هو الله يشفيه، الومك انت كأبوه. اقول لك له شهر وابوه حابسه بالبيت عشان فيوزاته ضاربه، وانت وش كارك؟ شلون وش كاري؟ هذا خويي تبين اتركه؟ بصرب ابليس هبول انت، الله ما اترك خويي. يا ولدي الله يرحم والديك، اسمع كلامي، الواد هذا جنني وفضحني بين الناس، وخايف بكرة يجيب لي الجرية، والضابط يقول إذا سوى أي حاجة حكون أنا مسؤول عنه، عشان كده أنا حبسته. يستاهل، خلوا يعدل. لا يا شيخ، الحين جايبك تعزز لي ولا تعزز له؟ يا عم أبو عزوز، السجن مو بحل، أنت سلم ولدك لي واعتبر الموضوع منتهي. ومدجج كره الكومات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي مستسلمي، جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي مقومي. أوف 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 أوف، وش ذا؟ معلمك ذا منتهي ما له علاج. أسمع أنت، هذا إيش اسمه؟ استراحة، يعني نجي نجلس ننبسط نرتاح، وإنت يا فقي مو جبته؟ طلعه. أسمع، خذ شلتك ذولي وطلعهم برا. ماذا؟ اتطردوا فرساني؟ ايه، اقول لك تبي تسكت ولا اطردك معهم؟ يا من شراله من حلاله عله. اتقصدني بهذا الكلام يا غلام؟ انا غلام يا ابو فلافل؟ انا اللي مطلعك من السجن حق ابوك ولا كان خست؟ اترفع صوتك على عنتره؟ اذا القتال حتى اخر رجل فينا. القتال 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 القتال. اسمع صديق، 5 دقيقة اتصال كفيل يجي هنا، تفهم ولا ما تفهم؟ كفيل كفيل كفيل. يلا يلا يلا، لن أدعى لكم، لن أدعى لكم، سوف أأتي في مرة قادمة. إكا مكة كيف يا خوي؟ الله يستر. ايش في؟ مشينا يا عيال. أتريدون مبارزة الرجل للرجل؟ أم تريدون المعركة مشكل؟ يا عزوز صل على النبي، لا إله إلا الله. اصمت، قلت لك أنا عنترة. أخذ عنترة وراسك، من وين ضافهم ذولا؟ إذن القتال ولا شيء إلا القتال. مش قتال، الله يرجك أنت راسك. طب ما في صلح ولا معاهدة؟ أبدا وقطعا لا شيء سوى النزال يا بني الاستراحة. أهدى أهدى يا فقي، ولا تنسى أن الدنيا فيها شرطة. إذن هل تستسلمون لكي نحقن الدماء والأرواح؟ طب دقيقة خلنا نتشاور. تعالوا يا عيال. ها وش الشور يا بني استراحة؟ أنا أقول الرجال شكله عنده خطط قتالية وممكن يعدمنا، نستسلم أحسن. وانت يا صالح ايش تقول؟ انا اقول الحرب خدعه، خلنا ندخلهم من داخل وناخذهم على قد عقولهم. شلونك وهداية الله؟ خلاص حنا قررنا الصلح والهدنه. الهدنه تام الحرب. الهدنه الهدنه تام الحرب. الهدنه. ماذا تريدون؟ البخاري 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 البخاري. اتركوا ملاعق بني الاستراحة، فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. هجوم هجوم. لا القتال لا القتال لا القتال
أسمعنا تلك القصيدة التي كتبتها من أجلي. أنت يا عنتر أقوى واحد بالحارة. بالحارة. الكل يهابك لأنك زلابة. زلابة. أود من الزلابة. أنا الزلابة. أصبر ما خلصت القصيدة. جمعت الكديش وجيتنا بالاستراحة. استراحة. أهلا وسهلا بك يا أبو الشجاعة. الشجاعة. اعطيه 10 من الابل. تبلغ. أنا. أيوة أنت. طيب. من وينك نياق أنت؟ سوف أخبركم من أين أأتي بالنوق. اجلس. جبت أني بخاري صديق. لا حرج في ذلك، لكن قبل ذلك علينا بالذهاب إلى مكان ما. أترى ما أرى يا عامر؟ إنها أباعر ورعيانها. أصبت. هيا بنا لنأتي بجيش بني عبس ونغزوها. إذن أقول يا عنترة، بما أني قائد بني استراحة وشاعرك الأول، عندي لك رأي. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني. الثاني ولا أقصد، ورا ما أنا أروح أجيب جيش بني عبس وأنت تراقب الوضع هنا عن كثب. لك ذلك يا عامر. إذن إلى اللقاء. اذهب، رافقتك السلامة يا عامر. يا عيال، الرجال وصل إلى مرحلة خطيرة، واللي يسوي ذا يعتبر سرقة، وأنا بصفتي قائد بني الاستراحة أقول الصلح اللي بيننا وبينهم ملغي. القتال القتال القتال. أقول اهجد أنت عزوز مارك الداخل، نمسكه وندبغه. فكرة. لقد حل الظلام ولم يأتي عامر بجيش بني عبس. إنها الخيانة يا عامر. لن أدعها لك يا عامر. عمه، لقد أتيت إلى منزلك لكي أخبرك خبرا سيء. ابنك عامر خائن. نعم إنه خائن، لقد هزمته في وسط المعركة، لذلك يجب عليك أن تتبرأ منه أنت وعشيرتك. أبوك داري لك يا سلم. سوف أعطيك مهلة خلالين اثنين، إن لم تتبرأ منه أنت وعشيرتك هي الحرب بينكم وبين بني عرس. عامل لو تبدي لك تطلب أن تراه، سوف أسامحك لكبر سنك أكثر من أنذر. هذيك مليا، قد أعذر من أنذر يا عمه. أسمع صديق، أنت يبغى بخاري؟ بخاري 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 بخاري. ما في مشكلة، أنا أعطي بخاري، بس هذا نفر كم يعطي أنت فلوس؟ 100 ريال. أنا يعطي 200 ريال. 200 ريال 200 ريال 200 ريال. بس اسمع، ما في يركب خيل، ها؟ ما في يلبس كذا، بعدين ما في أكل كثير، أوكي؟ طب الله. أنا؟ أيوة أنت. هجل فسخ ملابسك، يلا. يلا أنت وياه. يلا فسخ أنت وياه، يلا. بيتكم يلا. يلا يلا 200 ريال برا تأخذونها من شكش. يلا توكل على الله، يلا. يلا صديق، يلا. يلا 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 راح، يلا. يلا. على طول على الحلاق، ها؟ يلا على الحلاق، يلا. حاسبهم يا شكش. عامر. الله يخرب بيتك وبيت اللي يسمع كلامك تاني مرة. خير يا عم، وش صاير؟ أقول لك الواد هذا حيجيب لنا الجرية، وزي ما طلعته من السجن وضربت على صدرك وقلت في وجهي هيا تعال انت ووجهك وخرجنا من المصيبة هذه. تخطب عدلة؟
أتخطب عبلة وأنت تعلم أنني أحبها يا خثيمة؟ عزوز أنا جاركم، أنا جاركم سعود خذر ماذا ما أدري شو اسمه ما أعرفه، والله العظيم ما قد سمعت عنه. يرحم والدك واخر السيف مني، ما أبغى أموت تكفى عزوز. أتظن يوم أنك تسمي نفسك سعودا ستفلت من العقاب؟ أخيراً طحت في يدي يا عنترة. عامر؟ أي عامر؟ أنا خرثمة الذي خطبت عبلة. من هذا إذن؟ هذا سعود جارك. لا، هذا سعود جارك، سكنها. هذا سعود جارك. والآن يا عنترة نريد أن نقاتلك حتى تصبح عبلة من نصيب رفيدنا خرثمة. دعوني أأتي بثلاث من الفرسان على الأقل لتكون مبارزة نزيهة. لن نسمح لك أن تجيب نص فارس، أنت أسيرنا فستواجه مصيرك. وراك متحمس، تراها تمثيلية. إيه لا تتحمس، خذوه إلى الغمارة. إذن إن هذا غش يا بني الاستناعة، إن هذا غش. أنت راح لبيتكم يلا أبو شوشة، كل واحد البيت يلا يلا يا ولع يلا يلا رحناك أنت يلا، لا أحد يوقف. يلا يا عيال يلا. تخونونني يا بني الاستراحة، تخونونني. طبعا أنا عنترة، كل شيء إلا الغمارة. تذكر يوم غزيتني وروعتني يا عزيز؟ إيوة أفتكر كل حاجة. سامحوني يا شباب، تخفى سامحوني. سامحوني، وين نصرفها ذي ها؟ جاء الوقت اللي تدفع فيه الثمن غالي. دقيقة صبر، أنا بعترف لكم بحاجة. أنا اسمي مو عنترة يا شباب، كنت بكذب عليكم. أنا اسمي الحقيقي عبد العزيز من مكة شارع منصور. بلا سيبوني خلوني أروح بتقوم يا ريح، كنت بامزح. تكفى يا شباب. متأكد من هالحكي؟ يعني موضوع عنتر هذا خلاص؟ بدري علي أكون عنتر، أنا ماني عنتر. إيه كويس يا عيال، اضبطت الخطة. والحين حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز. هلا كفتة، تعال شوف عزوز على جنان. الحمد لله كوبوي نو موف. أهدارك يا مو، نزل مسدساتك الكلبية. شتت